أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الملف الأمني والعسكري وأبعاد زيارة وزير الداخلية إلى العاصمة السعودية الرياض. قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري إن زيارته الأخيرة للسعودية عملت على حلحلة الملفين الأمني والعسكري في المحافظات المحررة، وأن المباحثات الأمنية سيتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة. تأتي تصريحات الميسري في ظل استمرار التدهور الأمني في عدد من المحافظات المحررة وانتشار ميليشيات مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تعمل الزيارة على حلحلة الملف الأمني والعسكري؟ وما هي أبعاد الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من بعض المناطق المحررة؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تحول استراتيجي في الملف الأمني والعسكري في المحافظات المحررة، هكذا يجد الجانب الرسمي أبعاد زيارة وزير الداخلية أحمد الميسري للعاصمة السعودية التي جرت خلالها مباحثات أمنية مع القيادات السعودية لترتيب الملف الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى. فبعد أن دخل مسار الحرب منعطفا جديدا في البلاد في أعقاب الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من المناطق الجنوبية، تعود التساؤلات عن مستقبل الملف العسكري في ظل حديث عن تباين بين الرياض وأبوظبي حول ملف اليمن وتحرك الحكومة لتسوية الوضع في المحافظات المحررة. الزيارة إلى الرياض بحسب وزير الداخلية أثمرت في حلحلة الكثير من الملفات المتعلقة بالأمن والجيش، وقال الميسري إن مباحثاته أوصلت إلى نتائج طيبة سوف تتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة، موضحا أن المباحثات أيضا توصلت إلى إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة لتعزيز الاستقرار الأمني وغيرها من القضايا الهامة ذات الصلة بالملف الأمني وسير المعارك في جبهات القتال. لكن مراقبين وجدوا أن الزيارة لن تختلف عن سابقاتها، خاصة وأن آلية تسوية الملف الأمني والعسكري غير مذكورة في مخرجات الزيارة، وفي ظل عدم وجود رغبة حقيقية من التحالف بتمكين مؤسسات الدولة. مطالبات بضرورة معالجة الوضع الأمني والسماح لمؤسسات الدولة بممارسة مهامها بشكل فعلي من داخل البلاد في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات المحررة من خلل في الأمن نتيجة صراع القوات المدعومة من دولة الإمارات مع القوات الرسمية في المحافظات المحررة. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، كما وأرحب بضيوفي من العاصمة المؤقتة عدن العميد عبد القوي باعش مدير عام التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، كذا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. وبداية معك سيادة العميد، إذا زيارة وزير الداخلية إلى العاصمة السعودية الرياض وعودته إلى العاصمة المؤقتة عدن وصفها بأنها زيارة طيبة وناجحة، يعني ما هي أبرز الملفات التي طرحت على طاولة النقاش؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. طبعا زيارة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري للمملكة العربية السعودية كانت زيارة ناجحة ومثمرة بكل المقاييس، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سترون يعني ثمار هذه الزيارة على الأرض. نعم. إذا ما الذي يمكن أن نقول بأنه تحقق خلال هذه الزيارة؟ لازم تستعجلوا، عاد الزيارة يعني كانت يعني بالأمس وصل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى العاصمة عدن، وهذه الأمور لم تأتي بين يوم وليلة، هذه الأمور هي بحاجة إلى يعني عمل مكثف وتواصل مكثف يعني في يعني تنفيذ وترجمة هذه الزيارة إلى واقع ملموس، وهذه الكنسة يعني المواطن البسيط يعني المناغم من خلال يعني التدرج في 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 يعني انجاز هذا وترجمه هذه الزياره الى واقع ملموس، ابتداء من تشكيل غرف عمليات يعني مشتركه
مع الأخوة في التحالف، ويعني نهاية بإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية بشكل مؤسسي وطني أكثر يعني تنظيم، يعني حتى يلبي يعني طموحات وأمال الشعب. نعم، تحدثت عن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة، ألا تعتقد أن الحديث عن هذه العملية أو هذه الغرفة أصبح مستهلك وقديم، خصوصا بتواجد تشكيلات فعليا تتبع دولة الإمارات؟ هو مش مستهلك وقديم، نحن يعني طبعا في معركة نخوضها مع يعني ميليشيات انقلابية متمردة، الله إذا يعني تراكمات عديده موجوده على الارض، وبالتالي يعني لا 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 ينبغي ان ينظر لنا الاخرين وكاننا يعني استلمنا يعني سويسرا ولا كندا. نعم، اذا ابقى معي سياده العميد، انتقل الى ضيفي من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. اهلا بك استاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم ومساء ضيوفكم الكرام ومساء جميع المشاهدين. نعم، إذا زيارة وزير الداخلية إلى الرياض وصفها بأنها طيبة وناجحة، إلى أي مدى يمكن قياس مستوى النجاح هذه الزيارة في حل أهم القضايا في العاصمة المؤقتة التي هي الأمنية والعسكرية؟ والله أنا أعتقد أن الزيارة هي زيارة روتينية، زيارة اعتيادية، خصوصا مع رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة واغلب اعضاء الحكومه متواجدين في الرياض، فزياره وزير الداخليه قد تكون لمقابله رئيس الجمهوريه اكثر من مقابله الجانب السعودي. لكن لنفترض حسن النية، نحن نتمنى وهذا من باب التمنيات ان تثمر الزياره الى نتائج ايجابيه على مستوى الامن في محافظه عدن، لكن عدن للامانه والحقيقه يقودها رأسين ولا يجوز أن يكون هناك سيفين في غمد واحد. نعم، إذا جاز التعبير، هناك وزارة الداخلية وهناك برضو المجلس الانتقالي، والأغرب أن مدير أمن عدن المعين من قبل الشرعية يتبع المجلس الانتقالي ويتبع في نفس الوقت وزارة الداخلية الذي هو الشلة. نعم، نحن نتمنى أن تثمر على مستوى الأمن في محافظة عدن. لكن نعم، برأيك إذن يعني ما الذي تحتاجه الشرعية في المناطق المحررة لحل وحسم الملفين الأمني والعسكري فيها؟ لا، الملف الأمني يختلف عن الملف العسكري. الملف الأمني أول حاجة يجب نزع سلاح جميع التشكيلات القتالية والتشكيلات الأمنية. نعم، الخارج عن نطاق وزارة الداخلية أو احتواها وترقيمها واعتبارها تبع وزارة الداخلية، لكن يجب أن تتبع وزارة الداخلية وتكون برأس واحدة، لا أن يكون هناك أكثر من تشكيل قتالي. وفي بعض المناطق المحررة تشكيلات القتالية خارج نطاق الدولة أو خارج نطاق وزارة الداخلية حجمها من حيث العدد والعدة أكبر بكثير من حجم من قدرات وزارة الداخلية. فيفترض أول خطوة هو توحيد الأجهزة الأمنية، هذا في الجانب الأمني. الجانب العسكري هذه قضية أخرى. إذا نبقى معي سيد عبد العزيز. أعود إليك ضيفي سيادة العميد، ذكر ضيفي قبل قليل أنه يعني لابد من توحيد الأجهزة تحت راية موحدة بحيث يسهل يعني إدارة عدن وإدارة المناطق المحررة، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ طبعا يعني توحيد الاجهزه الامنيه هي هاجس الكل، ونحن نسعى يعني في هذا الاتجاه، ولدينا خطط يعني مع الاخوه في التحالف يعني سنستمر عليها بصوره يعني تدريجيه حتى نصل الى الهدف المنشود. يعني الوضع ليس بالسهل، يعني انه يعني بين يوم وليله ممكن يعني ان تتعمل يعني هذه الامور كلها. ولعلمك يعني الاخ نائب رئيس الوزراء الداخليه يعني يتحمل عبء كبير جدا في هذا الملف، وفي ملفات عديده لا يعني حتى الملف الامني، فهو يتحمل امور كثيره جدا بما فيها حتى الجانب الخدماتي، الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، جوانب عديده يعمل يعني ليل نهار من اجل يعني تطبيع الاوضاع في المناطق المحرره.
نعم، إذا ما تحدثنا عن دلالة توقيت زيارة الميسري إلى عدن، خصوصا بعد الحديث عن انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من بعض المناطق المحررة. ما في علاقة لهذا الموضوع نهائيا، ما في علاقة لهذا الموضوع، يعني زيارة معالي مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية مثل ما ذكر حتى ضيف المذكرين، الحكومة موجودة والرئيس موجود في الرياض، وتعتبر زيارة الأخ وزير يعني الداخلية زيارة روتين يعني عمل، من خلالها التقى بغايد القوات المشتركة، وتم يعني البحث حول ملفات عديدة، منها تشكيل غرفة عمليات، منها يعني إصلاح المسار الأمني في المحافظات المحررة، وأمور أخرى يعني هي برضه يعني تصب في نفس الاتجاه، في اتجاه يعني بسط يعني نفوذ السلطة على يعني المناطق المحررة وإدارتها إدارة سليمة. نعم، ابقى معي سيادة العميد. أعود إليك ضيفي عبد العزيز. تحدث ضيفي عن أن يعني لا علاقة للانسحاب الجزئي للإمارات بزيارة الميسري إلى العاصمة الرياض، وفي سياق الحلقة نتحدث عن حلحلة الوضع الأمني والعسكري في العاصمة المؤقتة، ما كيف يعني يمكن الرد وكيف يمكن تفسير ذلك؟ لا هو يعني يجب ان نفرق بين كلمه امني وعسكري. العسكري لا توجد معارك مع الحوثي في عدن، وبالتالي فالقضيه قضيه امنيه. اذا نتحدث عنها في اطار امني. الاطار الامني. نعم. واعتقد حتى من الناحيه الشكليه فيفترض ان الاخوه في الامارات كان تدخلهم عسكري، والانسحاب الجزئي هو انسحاب جزئي من الساحل الغربي وهو عاده انتشار. وعلينا هنا ان لا نبالغ في قضيه انسحاب الامارات سواء جزئيا او كليا او اعاده انتشار. نحن نتكلم عن 1500 الى 2000 جندي اماراتي، فعندما نتكلم عن عن انسحابها فهذا الرقم هذا لا يشكل، نحن نتكلم عن الجيش الروسي انسحب من افغانستان او الجيش الامريكي انسحب من العراق. هم مجموعه من المستشارين، القوات الاماراتيه لا تشارك عمليا ولكنها تتحكم بالمشهد. فالانسحاب سواء كان جزئي او كلي او عدد انتشار تحت اي مسمى من هذه المسميات ليس له دخل فعلا او لن يؤثر يعني على الاوضاع الامنيه في عدن، هذا اولا. الشغله الثانيه لتحسين الاداء الامني في محافظه عدن، واحد يجب اعاده تشغيل النيابات النيابات والمحاكم. ثانيا وهو الاهم كما ذكرته في النقطه السابقه، توحيد الاجهزه الامنيه، التشكيلات القتاليه يجب اخراجها من عدن او من غير عدن، او نزع سلاحها او احتوائها وترقيمها واعتبارها جزء من قوات وزاره الداخليه، تفعيل البحث الجنائي، انا اتكلم تفعيل الامن السياسي والامن الاستخباراتي فيما يخص الجماعه الراديكاليه التي قد يعني قد تزعج الامن. اذا وحد الاجهزه الامنيه كخطوه اولى ولو بالتدريج ونبدا عمليا بتوحيد الاجهزه الامنيه، فنحن نضع حجر الاساس لاستتباب الامن سواء في عدن او في غير عدن. لا يوجد سبق ان قلت لا يوجد افعال راسين ولا يوجد سيف في غمد واحد. يجب ان لا تكون هناك ازدواجيه في الاجهزه الامنيه او في المربعات الامنيه، يجب ان تفعيل برضو اجسام الشرطه، تفعيل النيابات، تفعيل المحاكم، احاله القضايا الى المحاكم. هذه خطوات اوليه لا بد منها. لكن ان نتكلم، انا اعتقد بشكل عام ان زياره الميسري يعني هي زياره روتينيه، واعتقد انها لن تحدث شيء. قضية غرفة العمليات المشتركة، يفترض أن هذه الغرفة من بعد تحرير عدن موجودة، خصوصا وأن عدن مدينة خارجة من حرب، وما زالت التشكيلة القتالية بمختلف أنواعها داخل عدن، فكان يجب هذا من بداية الأمر. لكن أنا أقول هذا من باب التمنيات، نتمنى أن تتحسن الأوضاع الأمنية في عدن، لكن لا أتصور في المستقبل القريب أن يحدث هناك أي تطور إيجابي. إذا أعود إليك سيادة العميد، يعني هل هناك توقيت معين لبدء تطبيع الأوضاع في عدن وإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة؟
اولا دعيني انبه الى ما ذكر الرئيس بن كريم، يعني هو متشائم، اولا متشائم كبير جدا، عنده تشاؤم يعني، وزير يعرف موجود عنده، افترض ان يكون عنده امل. هذا جانب، الجانب الاخر يعني اظن انه خارج البلد، واذا كان موجود بالبلد نحن يعني الشرب مفعله والبحث الجنائي مفعل والنيابات والمحاكم مفعله، وبامكانكم تقوموا بزيارتنا في اي لحظه، ونحن مستعدين ندخلكم الى هذه المرافق وتشاهدوها بانفسكم وتعملوا تقرير في قناتكم. هذا من ناحيه يعني تشاؤم الاخ ضيفة الكريم. من ناحيه يعني الخطوات التي يعني ستكون يعني مفعله على الارض وسيشاهدها الجميع ان شاء الله في الايام القادمه، مثل ما ذكرت لك، هي هذه الخطوات ستكون بشكل تدريجي، يعني حتى نصل الى مثل ما شرحت لك في بدايه الحديث الى الهدف المنشود في يعني تنفيذ هذه يعني بصوره كامله وامنه وقابله للتطبيق. نعم. العميد عبد القوي باعش، مدير عام التوجيه المعنوي في وزاره الداخليه، كنت معي من العاصمه المؤقته عدن، شكرا جزيلا لك. كما وارحب بضيفي من تعز، المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. اهلا بك معنا سيد عبد الهادي. اهلا وسهلا اختي. نعم، بعد زياره وزير الداخليه الى الرياض، هل برايك تتمكن الحكومه ووزاره الداخليه فعلا من حلحله الملف الامني في المناطق المحرره خصوصا عدن؟ اعتقد ان زياره الاخ وزير الداخليه نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه الى المملكه العربيه السعوديه هي ضمن مجموعه زيارات، كان قد زار الامارات وعاد الى السعوديه، بمعنى ان هنالك اعترافا كبيره ان المفاتيح العمليه الامنيه لا زالت خارج سيطره الحكومه وخارج البلد ايضا. هذه المساله تؤكدها هذه الزيارات. اعتقد ان وزير الداخليه بذل جهودا كبيره طوال الفتره منذ تعيينه، بذل جهودا كبيره، له انجازات ملموسه على الواقع، لكن السيطره على الجانب الامني مرتبطا بادوات القوه على الارض، ادوات القوه على الارض ليست تحت السيطره والتحكم، اي ان هنالك مجاميعا من الجماعات المسلحه، مجاميعا من المسميات المختلفه، سواء في محافظه عدن او في شبوه او في ابين او في ايضا او في حضرموت او في غيرها، ما تسمى بمجموعات النخب والاحزمه، وكذلك الامر في بقيه المناطق. عاده ما يتضح ان هناك اكثر من 75% من الحوادث الامنيه اما ان تكون خلفها الجيش او خلفها مسميات مقاومه او خلفها اشكال اخرى من هذه الاشكال. فبالتالي هل هذه المساله انضبطت؟ هل هناك سيطره والتحكم؟ نحن نتمنى ان يتمكن الاخ وزير الداخليه من فرض هيبته التامه، وان تكون لا هيبه سوى للقانون ولا صوت اعلى من صوت القانون والجميع محقون به، وان ينتهي الاحتكام الى القوه او الى قوه السلاح، وان يعي الجميع انهم جماعات منضبطه. نعم، ابقى معي استاذ عبد الهادي، اعود اليك سيد عبد العزيز. اذا تحرك الشرعيه باتجاه السعوديه بعد اعلان الامارات الانسحاب جزئيا من بعض المناطق المحرره، هل يمكن للسعوديه ملء الفراغ الذي سوف تتركه الامارات هناك واجهزه الدوله معها؟ أنا سبق أن أجبت في البند السابق، قلنا أن ما نتكلم عن انسحاب الإمارات، نحن نتكلم عن انسحاب الجيش الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، ولا يعني الذي كان فيه أكثر من نصف مليون جندي، ولا عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي كان فيه حوالي 300,000 جندي أمريكي، نحن نتكلم عن 1500 إلى 2000 مقاتل. تستطيع السعودية يستطيع أن يشغل الفراغ هذا. إذا كان التأثير المالي لدفع رواتب التشكيلات القتالية التي كانت تدفعها الإمارات، تسأل المملكة العربية السعودية لها القدرة على دفع هذه الرواتب. إذا كان من ناحية التسليح، المملكة العربية السعودية تستطيع أن تشرف على التسليح. لا يوجد عيب يعني في تغطية انسحاب الإمارات، بالعكس الأمر أسهل. لنفترض الان لو انسحبت القوات الامريكيه من افغانستان مثلا، هناك عشرات الالوف من الجنود، من الصعب تعويضهم.
وفي بعض الدول يعني يكون العجز مالي وليس العجز في الكادر البشري. المملكة العربية السعودية تستطيع تغطية هذا العجز، لن يكون هناك أي إشكال في حال انسحاب الإمارات. في حال ثبت انسحاب الإمارات فالأفضل أن أنا كنت أفضل أن تبقى الإمارات حتى تتحمل المسؤولية الأدبية. لربما لم تتضح الفكرة، يعني حلحلة الملف الأمني في العاصمة المؤقتة مع وجود تشكيلات مسلحة تتبع الإمارات. التشكيلات المسلحة هذه في 28 يناير عام 2018 استطاعت أن تحسم المعركة لصالحة في خلال ساعات. التشكيلات القتالية هذه هي أكبر من تشكيلات الجيش الشرعي وأكبر من تشكيلات القوى الأمنية، ولو حصل صدام مسلح لا قدر الله فهي تستطيع يعني حسم المعركة لصالحها، فالأفضل عدم الانصدام ولا نتمنى الانصدام أو التصادم، لكن نتمنى احتواء هذه القوات. هذه القوات لم تأتي من فراغ، يعني هذا بعد 4 سنوات هذه القوات من الصعب إزاحتها من المشهد، ولكن بالإمكان احتوائها، بحيث احتوائها إما ضمن تشكيلات الجيش أو ضمن تشكيلات وزارة الداخلية. الذي أقوله إن الأخطر في انسحاب الإمارات هو الخوف أن تنسحب تخرج من الباب وتعود من النافذة وتدير المشهد من خارج. كما هو حاصل مع ليبيا، دعيني أوضح النقطة هذه. هنا الإمارات يكون لها في المغنم ولا يكون لها في المغرم. في حال التشكيلات القتالية تابعة لها حققت إنجاز عسكري فيحسب للإمارات، وفي حال الإخفاق فيحسب على التحالف العربي والشرعية. فالأفضل بقاء الإمارات حتى تتحمل كافة المسؤولية أدبية ومادية ومعنوية وقانونية، ولكن الخوف كل الخوف أن تخرج من الباب ثم تعود من النافذة، كما هو حاصل في ليبيا التي تدير حفتر، كما هو حاصل يعني في كثير من المناطق عندما يدير أحد الأطراف المشهد من خارج يتبرى في حال حدوث أي إشكالات. فأتمنى بقاء الإمارات، ولكن في حال خروجها أتمنى أن تخرج من الباب ولا تعود من النافذة. نعم. عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إليك ضيفي عبد الهادي العزعزي، إذا تحدثت عن الكثير من العراقيل التي تحول دون إعادة التطبيع، أبرزها وجود تشكيلات مسلحة، إذا ما تم ربط زيارة الميسري مع خروج جزئي للقوات الإماراتية المتواجدة، هل يمكن حلحلة الوضع فعلا؟ أعتقد أن الوضع يمكن حلحلته في كل الحالات، متى فقط ما أصبحت الحكومة والسلطة الشرعية تتحرك ضمن دائرة واحدة، ضمن دائرة واحدة في الناحية العسكرية، ضمن دائرة واحدة في الناحية السياسية، ضمن دائرة واحدة في توحيد أدواتها، أي توحيد القرار داخل القوى الشرعية. في هذه الحالة نستطيع، هنالك شعب وهو الأهم في كل الحالات، لم يستطع الجميع العمل على إدماج الشعب ضمن أما العملية الأمنية أو العملية التحرير أو الجانب الإنساني أو أيضا حتى الجانب الحقوقي. هذه القضية المهملة من الجميع. هنالك نوعا من الإخفاق السياسي تمارسه الأطراف المنضوية تحت أو المساندة للشرعية، دائما ما تظهر بياناتها إما ركيكة أو إما أيضا توقع القيادات وتتملق بقية الأطراف، تعمل على عملية هز الصورة الداخلية. هناك عملا كثيف، الأمن لا يبدأ فقط في وزارة الداخلية والسيطرة لا تبدأ في الداخلية، الداخلية هي أداة من الأدوات لكن الأمن يبدأ سياسيا. المسألة الدولة مشكل شكلا من أشكال العمل السياسي المترابط، الإعلام له دور، العدل له دور، الخدمات وتوفيرها لها دور، بقية الأدوات الحكومية، تواجد الوزراء، تواجد الحكومة، تواجد الوكلاء، تواجد الطابور العريض المتواجد في الرياض، هذا يخذل الداخل، يخذل وزير الداخلية، يخذل الجميع. هذا يجعل الشارع يتقبل أي جماعة تفرض نفسها بالقوة، لكن إذا تواجدت الحكومة أثبتت نفسها على الأرض، تواجد الجميع، أصبح القرار واحد، وقفت أيضا المماحكات الجانبية من بعض المراهقين السياسيين والقوى الانتهازية في بعض الأحزاب،
باتجاه الشرعية، هنا يمكن أن يتقوى الأخ وزير الداخلية ويمكن السيطرة على الملف. المسألة ليست سوى إعادة ترتيبات، هنالك أيضا خلط في مفهوم السلطة المركزية وأيضا سلطة المحافظات، هنالك نوعا من التعارض. يجب حسم هذه المسائل بين وزارة الداخلية والمحافظين، بين وزارة الداخلية وأيضا القوات العسكرية ووزارة الدفاع، بين المناطق التي قد تم تحريرها وبين المناطق التي لا تزال فيها عمليات عسكرية، أي أن هنالك مناطق يجب أن تخضع للأحكام العرفية والأحكام العسكرية مؤقتا. مسألة التماهي مع أن الأمور مطبعة بشكل عام، وأن المناطق التي حررت قبل عامين وثلاث سنوات كالمناطق التي حررت قبل شهرين وثلاثة أشهر، هذا كلام غير سليم. يجب إعادة ترتيب أوراق الداخلية، ويجب إعادة ترتيب تدفق المعلومات والأجهزة المعلوماتية، تحديدا الأمن القومي، الأمن السياسي، الاستخبارات العسكرية، هذه الأجهزة التي يجب أن نعمل عليها. الأمن ليس بندقية ولا مدرعات، الأمن معلومة. اليوم نحن في عالم المعلومة، يمكن إيقاف أي عملية وفرض الأمن. الأمن أيضا لا يكتمل بدون نيابة، بدون قضاء. هناك منظومة كاملة. أنا عندما أكون مدير أمن مثلا ولدي مئات من المحتجزين، ولا أستطيع أن أحيلهم في ظروف 24 ساعة كما يحدد القانون أو 48 أو أسبوع إلى النيابة وتستكمل إجراءاتهم ويبدأ البث مثلا في قضايا قتلة أو غيرهم، هذا التخاذل من قبل النيابات والقضاء والخوف أدى إلى تفاقم المسألة الأمنية، أدى إلى إغراء كثيرا من السفراء بارتكاب حوادث أمنية. وعلينا أن نعي دائما أن المجتمع الذي بلا جريمة مجتمع ميت. هناك فرق، ما نقصده بالهيمنة والسيطرة وفرض الإرادة شيء آخر، والعمل الأمني شيء آخر مختلف. العمل الروتيني، العمل الأمن السياسي شيء مختلف تماما من حيث فرض السيطرة والهيمنة. نعم، نكتفي بهذا القدر. المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك، ما وأشكر ضيوفي من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي، أيضا من العاصمة المؤقتة العميد عبد القوي باشن مدير عام التوجيه المعنوي. كل التحايا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، كما هي لكم من معيد هذه الحلقة محمد نبيل وأيضا من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.